أخوة العزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل الإخوة والأخوات، وأخص بالذكر القطيع المدوخين والجعانين والمجهولين والمدوخ. كما رأيتم العنوان، هذه المقاطعة ونجاحها الحمد لله تجاوز كل التوقعات، حتى توقعاتنا نحن والله قد تجاوزتها لحد الآن، لأننا كنا نحن نعرف أن ليس المغاربة فقط ولكن العرب عامة الانفعال ديالهم مع قضاياهم كانت كبيرة أو صغيرة يكون انفعال عاطفي، يعني يبدأ بالقمة ويبدأ بالسقوط. وسبحان الله، هذه المقاطعة كان الكورب ديالتها كانت مغايرة، ابتدأت هكذا وهي نحو الصعود ليومنا هذا، وهي تتجه نحو الأفق والحمد لله. وحتى إن حاولوا أن يغيبوا هذا النجاح والوقع الذي كان عليهم، فالصحافة العالمية تخذلهم من هذا النجاح، ولا كيف كيقول لك كتفضحهم، كل يتكلم على هذه المقاطعة. وكما قلت لكم في المرة الفائتة، أصبحت يعني موضوع للدراسة في المستقبل، لا في السياسة ولا حتى في السوسيولوجي، لأن المغاربة كانوا يحسبون أنه شعب يعني جاهل وكذا، رغم أننا نعرف أن الحقيقة مغايرة لذلك، ولكن إحنا مغاربة إحنا عايشين في البلاد ونعرف هذه الحقيقة. الله يرحم لكم الوالدين إلى ما شاركوا، الله يرحم والديكم. فكما رأيتم أنا نبهت عليكم شيء في العنوان، قلت هذه النجاحات تجاوزت كل التوقعات، لكن لا بد لكم أن تحترسوا لا تدمروا أو تقطعوا شوكتها بأيديكم، لا تدمروا بيوتكم بأيديكم. أنا أقول لكم علاش، حيت بزاف الإخوة دخلوا علي في الخاص وكيدلوا لي بعد النصائح من الأحسن خليك التزم غير بالمقاطعة وكذا، ولا تتكلم في أشياء يعني جانبية كحزب العدالة والتنمية أو كذا. أولا، أنا كنت من أول المنادين الذين طالبوا وبشدة عدم تسييس هذه المقاطعة. هذه المقاطعة يا إخوة من الشعب إلى الشعب، وهي مقاطعة ما عندهاش أفق سياسي أو كذا. السبب الأول والثاني والأخير هو المقاطعة، سببها اقتصادي محض. الذي هدفنا نحن أننا نضمن للمواطن كفة تكفيه هو ولدته، وإلا كان عايش أسرة كذلك الآباء الأم والآباء دياله، هذا هو الهدف ديالنا. بغينا عيشة كريمة لهذا المواطن، فلذلك ساندنا هذا وبقوة، لأن احنا الحمد لله عايشين طيبين وكذا، ووالله نريد هذه الحياة يعني الهنيئة فهمتي الرغدة لذلك الشعب، حيت هذاك الشعب مسكين لقد آن الأوان أن يعيش كذلك عيشة كريمة. فأضعف الإيمان عيشة كريمة في قوته وصحته وملبسه ومأكله، أضعف الإيمان يا أخي، هذه أقل أشياء. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي حكم أي دولة لم تضمن هذا لشعبها أو لقومها أو لأمتها، فليست لها شرعية أن تتحكم فيه أو تحكمه أو تطالبه بأي شيء، لأن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب عليها أن تضمنه لهذا الشعب أو لهذه الأمة أو لهذا القوم، الملبس والطعام والأمان، يعني يكون عليه الأمان ويكون واكل وشرب. هذا أضعف الإيمان، وإلا ما ضمناش له هذا الشيء الله يعاون، لا شرعية لها، لا شرعية لأي أحد أن يتكلم أو يطلب لنفسه ولا أو أي شيء لم يضمن هؤلاء هذ الأثنين، الطعام والمشرب والمأكل والمأكل والمسكن والأمن، يعني يكون آمن في روحه ويخرج الزرقاء وداك الشيء ومرتاح، كاين أمان، هذا هو الحد الأدنى. وهذا الذي جعلنا نتعاطف مع هذه المقاطعة. بعد إخوة كيقول لك لا أنت خرجتي عن الموضوع وكذا، نحن في لب الموضوع المقاطعة، والله إن هذه فرصة، هذه فرصة يا اسمع الشعب المغربي، هذه فرصة عندك،
الحمد لله هذا رقي، هذا والله سيكتبها التاريخ، ستدخلون هذه. أنا بالنسبة لي أنا والله العلي العظيم لا أرشحكم إلى جائزة نوبل للسلام. كيف جاتكم هذه؟ تقول لي كبرت عليكم الموضوع، والله ما كبرت عليكم الموضوع، والله إن الصراحة، والله هذوك الحرام ديال النوبل وكذا، والله إن كانوا عادلين ويختاروا الناس الذين يخرجون بحركة سلمية أو كذا، والله إن الشعب المغربي والله إنه يستاهل أن يرشح إلى جائزة نوبل للسلام، لأن هذه قمة السلمية وقمة الوعي. تقول لا وتناضل وتتظاهر ولكن بطريقة سلمية ما فيها لا عنف لا تلتيل حب الملوك، وفي نفس الوقت توصل رسالة موجعة، ماشي بحال هذاك الله يستر اللي كيخرج ويكسر ويحرق وكل شيء، كل شيء كيرجع ليه غا هو. أنت المعلم تؤلم الذي يضيع ويحتقرك، فهمتي، ويستبد بخيراتك وكذا، توجع معنى الكلمة وانت يجلس بيتك. لا لا تحرك ساكنا، ولكن اش عملتي؟ قاطعت منتوجات معينة. فهذا قمة للسلمية وللوعي. فأسألك الله يرحم لكم الوالدين، نريدكم أن تحافظوا على هذا. كيف تحافظوا على هذا؟ نقول لكم كيف تحافظوا على هذا. الذين عابوا علي قلت أنت تعاطفتي مع العدالة والتنمية، لا أنا لم أتعاطف مع العدالة والتنمية، أنا الناس اللي كيعرفوني أنا أتعاطف معهم سياسيا وفكريا وكذا، لكن أنا لا أنتمي إليهم أو أي شيء. ولكن لماذا أخذت هذا الطريق؟ لأن رأيت أن واحد الفريق كبير هو الذي سيس الموضوع. إحنا من الناس الأولين الذين انتقدوا هذوك الأربعة ولا هذوك الخمسة، لا السي العثماني لا السي الداودي، إحنا أول من خرج لهم ودرنا فيديوهات ودرنا كذا وتلقينا لهم، لكن كأشخاص ينتمون إلى الحكومة لم نربطهم بحزب أو كذا، لأن لما تربطهم بحزب فأنت سيست هذه المقاطعة، وإحنا ما بغيناش. أنا أي واحد خرج وتكلم كشخص ضد هذا المقاطعة نحن له بالمرصاد، ننتقده كذا، ولكن لا نربطه بالفريق. لأن أنتم من بديتوا كتقولوا لي النادلة وكذا، راه وليتي كتضرب المعلم فريق من الشعب مقاطع، راه إلا دخلتوا المعلم الصفحات ديال الشباب ديال هذاك الحزب ما نسميش، راه تلقاهم من أعتق المقاطعين، ومقاطعين بعقلانية. كاين مستوى في المقاطعه ديالتهم، كاين مواضيع كان معلم عندهم دي سميتو دي بورتري، عندهم كذا دي كيف كيقول لك هما دي دوكيوم. ملي كتشوف الصفحات ديالهم كتدخل كتلقى هذا مستوى راقي. علاش المعلم بغيتي تسقط هؤلاء الناس؟ هادو كلهم بغيتي تسقطهم من هذه المقاطعه، حتى واحد ما عنده الحق. علاش حنا منين خرجنا وكنقاطعوا علاش ما كنضربوش الحمامه وما كنضربوش التراكتور وما كنضربوش كذا؟ وراه المعلم هذوك اللي القدام وراه هما صحاب هاد الاحزاب، لكن ما عندناش الحق. حنا كنبقاو المعلم هنا، لا هنا كيبقى الموضوع مربوط بالاساس ليس بالجماعه. المعلم لا تزير وازره وزر اخرى، حنا عندنا مشكل ديالنا ديال المقاطعه، السبب ديالو اقتصادي، فمن الضروره ان يبقى تحت المظله ديالتنا المعلم الشعب المغربي. والشعب المغربي راه فيه الاتباع ديال التراكتور، فيه الاتباع ديال الحمامه، فيه الاشتراكيين، فيه العداله والتنميه، فيه كل شيء. هذا هو الذي نقصده، واش بقى حنايا المظله ديالتنا فيها كل شيء، وعندنا موقف ضد الاشخاص او ضد الشركات او كذا، ليس كاشخاص او كشركات، لا، لانهم هم السبب في هذه الميزيريه اللي فيها حنايا. كاين واحد الاحتكار ديال السوق وكذا اللي واضح، وحنا دوك الخرجات اللي كانوا كيخرجوا خرجات غير عقلانيه، فيما فيها تهجم وكذا، وفيها نصره، وكانهم هاد الناس هادو اللي خرجوا علينا وكانهم المتحدثين باسم الكارتيل ولا باسم هذه الشركات. واش فهمتوا ولا لا؟ ها، فلذلك انا اخذت هذاك الاسلوب. علاش؟ دفاعا عن اتباع العداله والتنميه. المعلم راه تقريبا راه كاين، ما تنساوش المعلم، هادوك الناس راه ناشطين، دخلوا على الصفحات ديالتهم وشوف الانتقاد ديالهم، والله الانتقاد ديالهم الى وصل واحد القمه ما يتصورش لكم على بالكم. وفي تبرؤ من هادوك، وفي دعوه لمقاطعتهم، وفي دعوه كذا. علاش حنايا هاد الجانب هذا، هاد الفريق هذا اللي عنده مستوى ديال الوعي وكذا، علاش حنا نتخلاو على المعلم؟
لا، هذه المقاطعة في حاجة إلى كل الشعب، لأنها من الشعب للشعب، ولذلك لا بد لنا أن نحترم هذا. فالذي سيس هذه القضية للأسف الأغلبية، لأن لقوا هذه الفرصة هذه ما عاد ما يضربوا هذه الأشخاص ويحملوهم المسؤولية، أركبوهم للناس الثانيين، وهذا ليس في الصالح ديالنا. الله يرحم لكم الوالدين. احنا اتفقنا النهار الاول، قلت لكم انا والله العلي العظيم اي سياسي عايز يركب على هذه والله تلحوا الزلقه وكبوا عليه كاس الماء يكون لي كان. حتى شوف لما هما ارادوا ان يربطوها بهذاك الحزب، اول عيب انا هو البشر العبد الضعيف اللي خرج، قلت له والله ما ينسى شي واحد، ليس اي احد مسؤول عليها، هذه سبحان الله الهم الله الشعب، فهي من الشعب للشعب، واي سياسي قرب منا والله حنا له بالمرصاد، ونصدقوا حنايا حنا بيدينا حنا بيدينا نسيسوها ونشدوا واحد الفريق ونهجموا عليه. تهجم المعلم على المقدسات ديالو، هذه المقدسات الايمان كيامن بهاد الافكار وكذا، وانت تقلقوا وكذا، راه المعلم كتولي انت كتشير على راسك بيدك، كتشد ركبتك وكتيري فيها. ومني كتسمع كتبع الاغلبيه ديال هذوك الناس اللي شدوا حورون الى الموضوع وكتبعهم، كتلقى عنده حمامه في الداخل ديالو، كتلقى التوجه ديالو يعني حزبي، المنطلق ديالو، وهادو انا كنسميهم مدسوسين، هادو هما الذين فهمتي داخل داير معاك الزيطه، ولكن بغى يخرج ليك الاتجاه ديال المقاطعه من واحد المسار الى مسار اخر، وللاسف الاغلبيه سرطوا هاد الطعم. فلذلك انا انصحكم بقراءه واحد الموضوع حطيته لكم انا في الصفحه ديالتي، نقلته على الاخ ايمن يعني نقلته عليه، هو كان كان هذا تعليق على الصفحه ديالتي في موضوع معين، ولقيته والله العلي العظيم مهم جدا. فانا اشكر هذا الاخ هذا ايمن، وراه ما شاء الله ابان على فهم وفهم سياسي ووعي في المستوى العالي، فلذلك اخذت هذا الموضوع، وانا انصح الجميع ان يقرا هذا الموضوع، لان هذا الموضوع يشخص لك المشكلة أصلا في المغرب. المعلم راه حنا هاد الكونفرونتاسيون اللي عندنا دابا بسبب هاد المقاطعة، المعلم هي ليست مستقلة عن نفسها، هي عندها علاقة بكل ما يدور في المنطقة كله. It's a plan كيف كيقول، هذا بلان المعلم. لكن للأسف هاد البلان هذا تمكن من كل الشعوب المنطقة إلا المغاربة. لأن المغاربة الحمد لله عندهم واحد الولاء وعندهم واحد الوعي، لما كيجي سلامة الوطن هو يقدر يتنازل على كل شيء في سبيل الوطن. فلذلك نجحت حركتكم هذه كانت حركة عفوية من منطلق، علاش انا غير انا اللي مقنع كل العصا، انا وخويا واختي والشاب، لا تضامننا بهذه الطريقة فلذلك نجحت. علاش المعلم غير هذوك اللي بقاو يطحنوا فينا، احنا كنا هاد الشركات هادو واش ما عندناش الحق حنا حتى حنا نعيشوا، بغاو يربحوا الله يعاونهم. وعلاش هاد الاستغلال هادي حدا كتشوف مثلا حتى منين في المناطق اللي كيخرج منها هذاك الماء مثلا، راه حنا شفنا طلعنا لكم فيديوهات وشتو الاستغلال الفظيع، هادوك الناس اللي عايشين في هذيك المنطقة اش من عيشة عندهم، لا حول ولا قوة الا بالله، حتى الماء ما عندهمش، قال لك بعد خطرات الماء كيتقطع عليهم نهار ويومين. فهذه من اسباب زيادة على ما الأسباب التي جعلتنا أن نقاطع الثمن وكذا، كاين شوية ديال الحضرة، كاين شوية ديال الاستغلال، كاين شوية ديال الاستغناء، فهمتي بنادم كيتغنى على ظهر عباد الله، كاين يعني إنسان كيف كيقول لك الفرحة ديالته مبنية على تعاسة الآخر. يا إخوة هذا هو الذي نشير إليه، حنا راه ما عندناش الغرض غير بهذه المقاطعة. حنا راه معلم كنشوفوا الى الامد البعيد، حنا بغينا نطرب، حنا بغينا واحد التربيه سياسيه، بغينا واحد الوعي يكون عند المغربي، بغينا واحد المغربي يبدا يفكر في الشعب، يبدا يفكر في الجار ديالو، لان والله شوف راه راحتك انت في راحه الثاني. لما يكون كل شيء مرتاح وكل شيء بخير المعلم، راه كل شيء كيرجع للمستقبل، كيرجع للشعب كله ان شاء الله. فلذلك نريد ان هذه تكون ان شاء الله درس لنا جميعا، ونكونوا نوسعوا شويه الخطر، فهمتي؟ انت كتدخل عليك بنادم تيقول لك لا، هو احنا كنعانيو كنا من الديكتاتوريه ومن الاستبداد وكذا، وكيدخل عليك انت وها هو مقاطع معاك ومناضل بين قوسين، ولكن يخدم عليك الديكتاتوريه حتى انت في وسط دارك. فلا بد لنا ان نتعلم جميعا، فلا يا اخي ما نهدموش هذا البيت ديالنا بايدينا.
يكون شويه الله يرحم لكم الوالدين شويه ديال الوعي. وابشروا ان شاء الله. شوف القضيه سهلت علينا، شي هاد الربعه السيمانات اللي قطعنا كانت هي الوهره. اسهل مرحله عندنا حنا الحمد لله هي رمضان. رمضان هذا شهر العباده، هذا شهر الصوم ان شاء الله، سهل عليكم باش تكملوا هذا المشوار ديال المقاطعه. فلذلك اقول واعيد واكرر، نحن مقاطعين، مقاطعين من اجل الهدف سامي ان شاء الله، ما يكونش غير ظرفي، لا ان شاء الله على الامد البعيد. حنا بغينا نساعدوا هاد البلاد هذه ان شاء الله باش تقفز قفزه كبيره، ونعطيو رساله ديال انذار وتنبيه لمن يهمه الامر، ان الذين يعبثون في البلد لا بد لهم ان باش يجروا يديهم شويه اللور. راه الشعب ما بقاش قابل هذا التجاوز هذه. كما قلت دائما، راه الولاء لامير المؤمنين محمد السادس نصر الله، واللي بيننا وبينه الا ما صلحش لينا يعطينا اتساع. وهذه الحكومه برهنت انها ما كتصلحش لينا، ليست في خدمتنا. ومن لم يكن في خدمتنا وهو اصلا لخدمتنا، ما عندنا ما نديرو به. لقد حان الاوان، حنا ندخلوا في رمضان، وهزوا يديكم ديما من بدا تصلي التراويح وداك الشيء، طلبوا الله سبحانه وتعالى يدير لنا تاويل في هذه المحكومه هذه، لان هذه ليست حكومه، هذه محكومه بالنسبه الينا. لان الانسان اللي كيخرج وكتكون عنده هذيك التصريحات ضد المقاطعه وكذا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من يمثل هذا؟ من؟ هل يمثل الشعب؟ ابدا. فالظاهر يدل على ان هذا عدو للشعب ولا يتحرك في مصلحه الشعب. فان كان لا يتحرك في مصلحه الشعب، اش عندنا ما نديرو به؟ يعطينا اتساع، يورينا ظهره، ومنين يخرج يسد الباب معاه، الله يرحم ليه الوالدين. ونبقاو منا لسيدنا. يلا الاخوه، الله يرحم لكم الوالدين، الى ما نحاولوا نتفقوا يكون عندنا ان كوديكس، يكون عندنا واحد القاسم في هذه المقاطعه، اننا كلنا سواسيه اخوه، لا ندخل لا احزاب لا كذا، ولا نطعن في اتباع الاحزاب، ولا نسفه احد. اذا انتقدنا احد فننتقده لموقفه هو الشخصي. وراء الاخوه كلهم يخرجوا، لا نربطه بحزب، اي واحد خرج من هذيك المحكومه هو تابع للحكومه. وفهمتي، ونديروا خط بينه وبين الاحزاب. شي هاد قضيه الاحزاب ولا كذا، غادي تبان المواقف ديالتهم في 2021. فلذلك فليدلي كل واحد بدلوه، وان شاء الله تحنا في الساحه. وسننصر من نظن انه سيكون في خدمه هذا الشعب، بغض النظر تكون العداله التنميه، ولا يكون تراكتور، ولا الحمامه، ولا البرتقاله، ولا البعويده، ولا المعزه، ولا اللي كان. اي واحد غنظنوا وغيكون تشوفوا عنده بروغرام زوين غيخدم الشعب، غادي الناس غادي الناس ان شاء الله غادي نكونوا معاه وننصروه بالكلمه وبكل شيء، بغض النظر عن الانتماء ديالو. حنا بغينا اللي يخدم البلاد المعلم ويخدم الشعب، وكل واحد له الحق كذلك ان يناصر افكاره. اما في هذه المقاطعه المعلم، بغينا النوتراليتات هي اللي تكون هنا المعلم، نوتخال الشعب كشعب بدون تحزب او سياسه او كذا. وليس لاحد ان يطعن في اي حزب، لان اي واحد طحن في الحزب غيكون مشكوك فيه، غيكون مشكوك فيه، هذا مسيس، وهذا يريد ان يفرق المجمع، وهذا يريد ان ياخذنا الى مسار غير مسار. احنا قلنا هذه من الشعب الى الشعب، فتبقى كذلك. والله يرحم لكم الوالدين، فلنلتزم، كنا نلتزم، اي واحد طعن في شي حزب ولا كذا في المداويخ ولا كذا نحبسوه كنا، وما نناقشوش معاه، وما نمشيش مع الطريق. انا لذلك انا لا خرجت وكندافع، ماشي كندافع على الحزب، الاتباع المعلم راه كاين مقاطعين في هذاك الحزب، ما يمكنش المعلم تجي انت تندلهم وكذا. واش بغيتي؟ انت كتفرتت، انت كتضرب في راسك بحال كنقص وليداتك المعلم في الطريق، وداك الشيء اللي ما بغيناش. راه داك الشيء يطلبوا مني الاخوه باش نوضحوا، انا وضحته لكم. ونحن على هذا على هذا العهد قسما بالله العلي العظيم. وما تنساوش ابدا، ما نسفهو حتى واحد. شتي داك الناس اللي مقاطعينهم حنا كذلك راه اخواننا بغوا علينا وكنربيو فيهم، ولا رجعوا ما كاين حتى مشكل، وان عادوا عدنا. كيف جاتكم هذه؟ راه جالسين سلمية كذا، والتحرك ديالنا كله لخدمة الوطن ولخدمة الاقتصاد، لا أقل ولا أكثر، يرجع علينا جميعا إن شاء الله بالفائدة. يا كإخوة، الله يرحم ليكم الوالدين، نتفقوا على الكلام ونلتزموا به.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، لأن في آخر المطاف يا إخوة راه سيأتي علينا يوم لا ينفعنا شيء لما نقابل الله سبحانه وتعالى، لن ينفعنا لا مال ولا بنون، ولكن ينفعنا قلب سليم. فلنجعل كل هذه التحركات طاعة لله وحبا للخير وحبا لخدمة المواطن. المواطن رخوك في الله، وهذه أمة تجتمع على الخير إن شاء الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، وهذه المقاطعين لم يجتمعوا على ضلال، فأبشروا إن شاء الله فإنكم على الحق، واثبتوا ولا تدمروا بيوتكم بأيديكم، والتزموا بحبل الله ولا تفرقوا، الله يرحم لكم الوالدين، لا حزبية لا سياسية، ولا تطعنوا في الأحزاب. فهذه المدة هذه الله يرحم لكم الوالدين، لأن وراء الأحزاب أتباع، وباش تكونوا واضحين أتباع ديال هذاك الحزب اللي كتضربوا فيه ديامات الأخرى، والله إني أحسبهم على خير والله حاسبهم. دخلوا عليهم الصفحات ديالهم وشوفوهم كي كيهضروا على المقاطعة، شوفوهم كي كيتهجموا على هذوك اللي تمشاو ديك الصفوف الأولى من الأحزاب ديالهم، شوفوا اش كيطالبوا، كيطالبوا ديالهم باش يكون حلول ويجريوا عليهم وكذا. وكذلك ذلك ما نطالب وننصح هؤلاء الناس أن يتبرؤوا من هؤلاء الأربعة أو خمسة أو ستة. فالله يرحم لكم الوالدين، لا تسفهوا الأحزاب ولا تسفهوا الأتباع، فلنلتزم بهذه، والقوة في وحدتنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا الشعب إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزق الصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الصحة والعافية، وأن يرزقه البطانة الصالحة بمعنى الكلمة تساعده على قضاء حوائج هذا الشعب ليضمنوا السلم والسلام لهذا البلد. وقبل كل شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إن شاء الله إلى صيام رمضان إيمانا واحتسابا كما يحب هو ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بادرة خير على هذا الوطن، وأن يوفق بيننا جميعا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يقذف الرحمة في قلوبنا مع بعضنا حتى مع الذين نختلف معهم، وأن يهديهم إلى سبيل الرشاد، وأن يغفر لنا ولهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ورمضان سعيد إخوتي في الله، وإني أشهد الله أني والله أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.